السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم رانا حازمي. اليوم جايب لكم لعبة ميتل جير سيفايفر. اللعبة دي راح ألعبها على البي سي ودوبة نازلة ما لها إلا كم يوم، وأيضا راح ألعبها على دقة 4K وعلى كرت الشاشة 1080 Ti. وقبل ما نشغل اللعبة أول شيء نخش على جي فورس إكسبيرينس عشان يعطيني الإعدادات المناسبة للعبة عشان تشتغل البي سي بشكل جدا ممتاز. بس أول شيء لازم تتأكد من الدرايف إنه محدث آخر تحديث، عشان آخر تحديث هو اللي يعطيك أفضل ميزات للعبة اللي أنت قاعد تلعبها. حتى الألعاب الجديدة لازم تشيك دائما على التحديث في الجي فورس. طب نرجع مره ثانيه على لعبه ميتل جير سيفايفر الجديده ونخش على ديتيلز عشان يعطينا الاعدادات المثاليه والممتازه المناسبه لكرت الشاشه والجهاز والمعالج والرام وكل شيء. يحسب لك بالكامل. اذا انت انسان ما تحب الضجه، ما تحب انك تلعب الاعدادات هذه، تخش البرنامج تحط الاوبتمايز ويظبط لك كل حاجه، يقول لك روح يا سيدي اشتغل واللعبه شغاله على اخر الاعدادات، افضل الاعدادات المناسبه لكرت الشاشه والجهاز. فمثل ما انتم شايفين حاطين لي اياها 4K، كل شيء اكسترا هاي اكسترا هاي، اغلب الاعدادات اكسترا هاي، فول سكرين، مثالية. خلاص عجبني الموضوع، نحط بلاي ونشغل اللعب ونلعب. قبل ما نبدأ الجيم بس حاب أذكركم بشيء، إنه اللعبة دي تدعم الشادو بلاي هايلايتس اللي من انفيديا. اللي ما يعرف شو الشادو بلاي هايلايتس، اللي هي يأخذ لك اللقطات المميزة حقتك تلقائيا من غير ما تسوي أي شيء، يسجل لك اللقطة. فعلى سبيل المثال في لعبة مثل جيل سيفايفر، وش اللي يقدر يسيب لك يا إذا قتلت زعيم، إذا قتلت وحش قوي، إذا فزت في جولة، إذا فزت في مهمة، إذا مت، كل هذه الأشياء تتسجل من لحالها. الأشياء الحلوة اللي وده تتسجل حيسجلها على طول وحيسوي لك. فأغلب الألعاب فيها الأشياء دي، الألعاب الجديدة زي ببجي، فورتنايت، إيش اسمه ذا لو بريكرز، أيضا فيها موجود اللعبة الخيار هذا حق الشادو بلاي هايلايتس. فهذه خدمة مرة حلوة مقدمة من انفيديا. فكل اللي عليك تسويه إنك تسوي أي شيء حلو سجل تلقائيا. فخلينا نبدأ الجيم نشوف وش عندنا في اللعبة الجديدة دي بعد ما كوجيما ترك اللعبة. فمثل ما انتم شايفين اللعبة انا مشغلها على 4K، شفتوا الاعدادات انتم بنفسكم، واعلى الاعدادات معطيني اياها كل شيء. الفريمات ثابتة على 60 ما شاء الله، ما يمديني اعدي 60 لانه نفس اللعبة حاطين لوك عليها، ما يمديك تعدي 60، بس 60 اخر شيء. فخلينا نشوف المهمة الاولى وش علينا نسوي. وش ماني فاهم صراحة فكرة اللعبة، اللي اعرف انه بس بيج بوس سحب عليهم، هذا اللي اعرفه. انا الحين بصراحة ماني فاهم فكرة اللعبة، هل هذول اللي قدامي زومبي ولا وحوش كريستال؟ ما فهمت، بس بحاول اني افهم الموضوع. فغالبا احاول اني اترصد له كذا، ايش اجيله من غير ما ينتبه، لانه بصراحه ما ودي اقاتله يد بيد لانه دائما هو اللي يفوز علي. طيب انت بس لف يسار، انت ما عليك، لا ما عليك، لا يا لطيف منكم التلوح. شافني قيده. اوكي ما لي الا الطريقه دي اللي تضحك عليهم، لانهم جدا جدا اغبياء، يمديك تضحك عليهم بألف طريقه. وتلاحظ انه هذا نوعا ما ذكي بس انه غبي بنفس الوقت. اوكي خلص من هذا. شوف من غباوه يمديك تجيب من الجنب وهم دارين عنك، بعدين تجي تقول له ما اندستيت مره ثانيه. يا الله. اوكي والله كثيرين بصراحه، ما توقعت انهم كذا. يا شيخ موتوا تكفى. طيب يمدينا اسوي في حركه ابغى اسويها بس نشوف هل تزبط ولا لا. تمشي كذا بدون ما يحسوا فيك، مو مدارين ابدا، ما شافوكم. لا ايوه والله زبطت الحركه، والله زبطت. ويهي يا اخوي، والله دمني، والله مره دمي ناقص. طيب استنى استنى استنى، هو حاس فيه ولا مو حاس؟ هنا السؤال. بعدين كيف اعالج نفسي؟ نسيت. يمديك بس ارتاح. والله انه جاي. اوكي والله فزت عليه. طيب لازم امشي على مهلي عشان الدم يرجع. نظام اللعبه سيفايفر بشكل عويص، يعني لازم تكون دائما انتبه لدمك، وايضا كمان لازم تشرب مويه كل شويه عشان تعطش، ولازم تاكل عشانك تجوع، واذا سبته عطشان مره يموت. يعني في اشياء كثيره اللعبه اللي الحين ماني قادر استوعبها بصراحه، بس مبدئيا يعني ها قاعده تعجبني نوعا ما، بس لسه ابغى اشوف قدام هل ممله اللعبه ام لا. اوكي خلينا نفشخ اغراضهم بس. شيل 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 اللي بعده، شيل اي شيء مخده، جيب 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 جيب. ايش وسطه ذا؟ ممكن تلقى شيء وسطه؟ غالبا خشب، يعني تقدر تقول تجمع الخشب الاشياء ذي والحدايد وكل شيء، الاكياس هذه كلها عشان تسوي بعدين منها اسلحه وجدران وفنس واشياء، يعني الغام و اي شيء من هذا القبيل، يعني في النهايه ماينكرافت مطور بس. جيب قاروره، جيب اشياء، جيب اي شيء ينفشخ، اي حاجه، كرسي حطه في جيبك، اي شيء تلقاه عاجبك شيله.
هذه ميزة حلوة أوكي، هذه ميزة، بس أخاف إنه تكون من الألعاب اللي تعرف إذا شلت أشياء كثيرة يبدي يمشي بشويش ويستهبل عليك، ما يمدينا أكسر هذا. طب فين يبغاني أروح أنا دحين؟ في شيء هنا 22 متر مدري حق إيش. آه اللي أنا حطيته. طيب شلون كان في طريقة في البيت مديك تعالج نفسك، بس شكلهم غيروها، شكله هذيك بس في البيت. الحين الظاهر إنه يبغاني أرجع، صح؟ صح؟ ظاهر إنه يبغاني أرجع. خلينا نروح نرجع، مشكلة ما يمديك تجري طول الوقت، لأنه لو جريت طول الوقت راح يخلص الاستمن حق اللياقة حقتك، وإذا اللياقة حقتك. بس الشيء الجميل في اللعبة إنه لسه محرك متل جير 5 اللي هو فوكس إنجن، وشيء ممتاز بصراحة، يعني نفس التحكم نفس الإحساس، بس الرسوم ايضا افضل بشيء بسيط، مو بذاك الشيء. يمكن عشان قاعد العب على 4K ما اعرف، ممكن. اوكي هنا مويه وسخه، يقول لك ديرتي ووتر، تجمع المويه بعدين تروح تطبخها عشان تصير نظيفه، بعدين عشان نديك تشربها. اح 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 اح, أح. ما ماني عارف ليش خليتها تنقز، ما ادري كنت بجرب. اوكي انكسر رجولها الظاهر او شيء زي كذا. وبعو هذا فين كان مستخبي من اول؟ من جد ذا؟ الله مسكني، الله انه خلاص دمي مره، الله شكلي حموت، الله مره مو وقتك، مو وقتك، عيب، عيب، ما ادري من فين طلع، والله ما ادري، والله اللعب زومبي زومبي من جد، بس اشكالهم اي حلو بصراحه، عجبتني، اوو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 و
ما يسوي شيء. شوف بدت تجين الدوخة عشان عطشان ما يصير يشوف زين. طب أنا ما يمدين أرمي على نفسي تعالجني؟ أوه والله ولا تعالج ولا شيء. ولا شيء. بسرعة اجرد. وين ذا الزومبي؟ آه كلب. خليني أشوف هذا يأثر فيه. إيش هناك؟ والله ولا يطل. أو إيش بوي ناقص؟ شي والله شكل هيقتلني هيقتلني ايش مين كفا؟ اوكي لحم فار فار تعال جعان دقيقة استنى يا 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 حبيبي استنى مدينة اشيله على طول كذا قش على طول ما احتاج انك تقتله اوكي خلينا نشوف مدينة اكله والله جعان فيران انا من زمان ما اكلت فار يا ولد والله مدينة اكل فار بس يقول لك اوه انتبه في له بويزن انتبه خطير وضعه يقول لك انتبه يعني لازم تطبخه المره الجايه تشوف فار كذا يلفلف عندك اطبخه اول شيء بعدين كله ايش فيه واو 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 شافني 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 فين اتبطح انا كذا المشكله المشي هذه برضو تطير لك الاستامنة حقتك او اللياقه يا الله والله بطني مره معدومه شوف كيف هنا طب هذه لين دحين ما فهمتها ما بيمشي؟ طيب خلينا نبعدها شوية. إيش هي؟ هي عفن ولا إيش؟ ماني فاهم. والله بياكلني. تعال. تعال. لا والله والله شكله حيقتلني. استنى 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 تعال. يرحم أمك لا تنط لا تنط لا تنط لا تنط. يوزف يوزف. تعال 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 والله قتلني الله هي تسجلت هذا هايلايت اعطاني اياها كذا وراني انها قتله شنيعه واو والله يا زومبي كثيرين السلام عليكم ماشي انا ما ابغى اي مشاكل سوف اذبحك سوف اكل لحمتك ها اجلس اجلس اوكي تمام هات 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 ما عندك هات ما عندك هات اللحم الطيب الظاهر يمديني اكله ني هذا ما عندي اي مشكله صح بس حاب اذكركم بشيء قبل ما ينتهي المقطع انه في انفيديا والالعاب الجديده ايضا في نظام تقنيه الانسل اللي هي انك تصور في اي بطريقه اللي انت تحبها نظام الانسل مره حلو بصراحه اللي يقدمها انفيديا وتلقاه اصلا في الجي فيورس اكسبيرينس فهتلقاه هذا الشيء موجود الخاصيه دي هذا كل شيء هذه اللعبة كانت وهذه التجربة البسيطة إن شاء الله عجبكم المقطع إذا عجبكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك والشير وكل حاجة وكان معكم أخوكم عمران الحازمي نشوفكم على الخير ومع السلامة.